خواجة شريف ثروت مسؤول محافظة بني سويف. بالنسبة للذهب السعر كان قبل كورونا حاجة ودلوقتي حاجة، مع رفعة السوق البورصة العالمية طبعا ان الذهب كل يوم ليه سعر عامل قلق في السوق. بالنسبة للوقاية الزبون اللي بيخش عليه دلوقتي بتعمل له انت ايه، بتدخل تيجي شبكة بتدخل 6 انفار والباقي بيوقف بره كله، ولازم يكون متعقب من كل أغلبية شبكاتك كلها جاية من أرياف مش من بني سويف. اه في زمان بني سويف طبعا بس بني سويف كله فاهم، لكن أرياف بقى جاي عشمان وداخل بقى لازم واقفين بره حد من عندنا، المحلات بيعقم اللي داخل عندنا، أغلبية المحلات بتعمل كده. لكن في محلات طبعا بتبقى بس فهمناهم وعيناهم طبعا ما ينفعش الزبون يخش عندك لما يكون متعقم، لازم تخلي بره مجموعه تقف بره المحل وتدخل جوه العريس والعروسه وحد من اهل العريس وحد من العروسه، عشان المحل طبعا بقى المحل 3 4 متر مش اكبر من كده. المبادره اللي انت كنت بداتها من مبادرة. عملت مبادره جميع التجار قلنا نقفل ناخد وقت نقفل فيه عشان اغلبيه التجار كلها كل شغالين عندهم من الارياف، يبقى جاي ما تعرفش العيل اللي جاي ده بقى ايه. في ناس قالت امين وفي مجموعه قالت لا احنا في التزامات عينا كل يوم ما ينفعش ان احنا نقفل فيه التجار بتيجي. ما عرفناش في 2 3 اعترضوا عملوا قلق في السوق. ساعدته كم يوم اللي كانوا موافقين ما قعدوش يومين 3 كده قافلين ولا حاجه؟ نعم في الناس اللي كانت موافقه قعدوا يومين 3 قفلوا. انا قفلت والخواجه انطون الياس قفل مجموعه كده قفلت والخواجه الياس قفل يعني مجموعه برضه يعني حوالي 60% 60% بس ال 40% اللي قعدوا طبعا 30% اللي قعدوا عملوا قلق في السوق. طبعا ولا فاهم قعدنا 3 4 ايام قال لك لا يا جماعه مش هينفع كده، كل اتكلم بعضيه ثاني كلموني طبعا كده مش هينفع فلان وفلان فتح من غير ذكر اسماء وطبعا هم شايفين، بس احنا نفتح محلاتنا يبقى احنا نعقم نفسنا ونعقم اللي داخل علينا والعمال اللي عندنا. انا قلت لهم في انا على الناس من يعني واحد من الناس اللي عندي شغالين من بلاد ارياف فاقول لهم اقعدوا في بيوتكم خدوا مرتباتكم لحد ما نشوف الدنيا فين. ده الصح اللي انا عملته في محلات عندنا. انما طبعا هي النقابه بما انك مسؤول محافظه بني سويف في نقابه السياح مسؤول محافظه اه في نقابه السياح ده النقابه معانا متابعانا على طول. خواجه جورج مشيل معانا على التليفون على طول يوم بيوم في اي حاجه مع اي حد من السياح ان انت ماسك من الوسط للفشل. بس كله طبعا ماشي بنظام واغلبيه التجار كلها مشيت بوقايه دلوقتي كله. دي الحمايه اللي بتقدمها النقابه. لان طبعا انتم من النقابات اللي مش ما ينفعش تدوا تعويضات ماديه. لا ندي يا فندم. ما انا بتكلم في النقطه دي موجوده؟ ندي يا فندم طبعا بنت العمال بتاعتنا واللي شغالين في المحلات في حد حصل له حاجه في مكروه عنده في حد توفى ولا حاجه بيطلع له نسبه من النقابه. ده بشكل عام انا بتكلم في الجائحه اللي احنا فيها حمايه السياغ بتبقى حمايه صحيه مش ماديه لان السياغ ما شاء الله ربنا فاتح عليهم فالدنيا معقوله يعني كويسه. احنا بنتكلم على الشغالين معاك بقى احنا كشغالين معانا العماله. اول مبادره عملناها برضه عملنا اللي هي الشنط اللي هي السلع دي اللي في ناس طبعا ظروفها طبعا في ورش عندنا هنا وفي ناس ظروفها ده اللي احنا عملناه برضك اول مبادره كمان كان كل على مستوى مصر كلها. كانت العماله نفسها دي حمايه مصر كلها.